في خطأ شائع عن بعض من الناس إنه في أناجيل غير الأناجيل الأربعة مكتوبة ومخبية بشي محل ممنوع حدا يوصلها لما نقرأ المعلومات الموجودة فيها عن يسوع. معكم خبر إنه من سنة 325 من مجمع نيقيا الكنيسة حددت بحسب معايير علمية ليش هالأناجيل الأربعة هي الأناجيل القانونية. من هالمعايير أولاً هو العودة إلى الرسل. الأناجيل الأربعة عندهم مصدر رسولي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. تاني معيار هو الأقدمية بالكتابة. هالأربع أناجيل هن الأقدم أناجيل مكتوبة عن يسوع. المعيار الثالث هو استعمال الكنيسة. من بداية هالأناجيل الأربعة كانوا الأكثر استعمالاً من قبل المؤمنين. ونحن لازم نعرف أنه في أشخاص دفعت حياتها ثمن لتوصلنا هالأناجيل الأربعة لهن كلمة الله. لكل أسئلتكم بتحبوا نكون عم نطرحها بحلقات لاحقة، فيكن تتواصلوا معنا عبر صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، وبهالطريقة بيبقى الخبر معكم.